السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا، وأتمنى لكم يا رب يوم كله توفيق وخير ونجاح. إن شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض الكورس الخاص بنا فيما يخص الفاينانشال أكاونتينج. كنا اتعرفنا مع حضراتكم المرة اللي فاتت على مجموعة من المبادئ الخاصة بالفاينانشال اكاونتنج، واستعرضنا فيها مع بعض انواع الاشكال القانونية للمنشآت، وقلنا فيها ان عندنا منشأة فردية وشركات تضامن وشركات مساهمة، وقلنا فيها مين فيهم الأعلى خطورة والأقل خطورة، وطبعا اتفقنا مع بعض إن الأعلى خطورة هي منشأة فردية، لأن هي مرتبطة بوجود الشخص وتنتهي بوفاة الشخص. وانتقلنا بعد كده لشركات التضامن، وقلنا إن هي تعتبر متوسطة الخطورة لأن هي مكونة من عدة شريك موصي وشريك متضامن. وانتقلنا بعد كده للشركات المساهمة، وقلنا إن دي أقل الخطورة لأن ديت فيها فصل واضح ما بين الملكية والإدارة، والإدارة تتمثل في مجلس الإدارة والملكية تتمثل في المساهمين، وينوب عنها في هذا الموضوع الجمعية العمومية، وهي اللي بتجلس مع مجلس الإدارة بشكل سنوي عشان تطلع على الأداء المالي الخاص بالشركة. ثم انتقلنا بعد كده إلى إيه هي أنواع المستخدمين للقوائم والمعلومات المالية، وقسمناهم إلى مستخدمين داخليين زي التسويق والإتش آر والإدارة، ومستخدمين خارجيين زي الجهات الرقابية وزي الانفستور وزي الكريديتور. وقلنا كل واحد من المستخدمين ممكن يستخدم المعلومات المالية ازاي وبغرض ايه، وكل واحد بيدور في المعلومات المالية على ايه. وضربنا أمثلة إن الماركتينج ممكن يدور في المعلومات المالية على إزاي سعر المنتج بتاعي، الإتش آر بيدور في البيانات والمعلومات المالية إزاي أقدر أزود المرتبات والأجور، والإدارة بتدور في المعلومات والبيانات المالية على ايه هي خطوط الانتاج اللي عندي الاكثر ربحية، ايه هي الفروع الاكثر ربحية، وهل انا محتاج اتوسع، وتكلفة التوسع دي بكام، وهتعود عليا بعائد قد ايه. وكانوا كل دولت امثلة للمستخدمين الداخلين للبيانات والمعلومات المالية. وبعد كده انتقلنا الى المستخدمين الخارجين للبيانات والمعلومات المالية، وقلنا إن هم قد يكونوا جهات رقابية عشان تتأكد مدى توافق الشركة أو المنشأة مع التعليمات واللوائح والنظم والقوانين. وقلنا مثلا زي الليبر يونيون، زي اتحاد العمال، زي النقابات وهذه الأشياء. وضربنا مثال تاني للمستخدمين الخارجين للبيانات والمعلومات المالية زي الانفستور المستثمرين. المستثمر عايز يدور في البيانات والمعلومات المالية على ربحية الشركة ونمو الشركة، وهل ربحية الشركة بتتحسن من وقت للتاني. وبناء على هذه البيانات الانفستور او المستثمر بياخد قرار، هل انا محتاج احتفظ بنفس حصة الاسهم الموجودة عندي، ولا محتاج ان انا ازود الاسهم اللي انا شاريها في الشركة، ولا محتاج ان انا اتخارج من هذه الشركة واصفي استثماراتي. وضربنا كمان نموذج للمستخدمين الخارجيين للبيانات المالية اللي هم الكريديتور المقرضين للشركة. والكريديتور طبعا بيدوروا على حاجة مهمة، هل التدفقات النقدية اللي موجودة جوه هذه الشركة كافية لسداد القرض اللي أنا هديه للشركة ولا لأ.
وهل الأداء المالي للشركة مستقر ويكفي إلى وقود تدفقات خلال الأربع أو الخمس سنين الجايين اللي أنا بناء عليهم قدرت أبني القرض بتاعي وقدرت أعمل برنامج السداد بتاعي. فشفنا في المرة اللي فاتت نماذج مختلفة للمستخدمي البيانات المالية، سواء انترنال زي المانجمنت والاتش ار والماركتنج، او اكسترنال زي الريجولاتوري الجهات الرقابية والمستثمرين الانفستور والكريدتور المقرضين. وبعد كده ابتدينا ننتقل الى ايه هي البيانات المالية وازاي اقدر اتواصل او اوصل البيانات المالية للمستخدمين، سواء المستخدمين دول داخليين او خارجيين. وقلنا ان هي بتتمثل في القوائم المالية، واستعرضنا الانواع المختلفة للقوائم المالية، وهو ده النهاردة اللي احنا هنتكلم عليه تفصيلا، ازاي نقدر نقرأ ونعرف ايه انواع القوائم المالية او الفاينانشال ستيتمنت، وايه هو الفرق ما بين كل فاينانشال ستيتمنت، وايه هو الغرض من كل فاينانشال ستيتمنت. وهنستعرض ده النهاردة في الاجندة بتاعتنا زي ما احنا شايفينها قدامنا، ان احنا النهاردة هنبص على الـ Purpose of Financial Statement، غرض القوائم المالية، وهنستعرض القوائم المالية بمختلف انواعها، الـ Balance Sheet الميزانية، والـ Income Statement قائمة الدخل، والـ Statement of Retained Earning واللي هي قائمة حقوق الملكية أو التغير في حقوق الملكية، والـ Statement of Cash Flow وقائمة التدفقات النقدية. وبعد كده بنستعرض النوتس بتاعة الفاينانشال ستيتمنت، أو اللي بيتقال عليها الإيضاحات المتممة للفاينانشال ستيتمنت. وبعد كده هننتقل إلى الفاندمنتال والكونسبت والأسامبشن وقواعد إعداد القوائم المالية، لأن في معايير محاسبة دولية هي دي اللي بيتم على أساسها إعداد القوائم المالية، ولا تعد القوائم المالية صحيحة إلا بدون الالتزام بهذه القواعد. ثم بعد كده بننتقل لتوضيح فرق مهم جدا ما بين الأكرال أند كاش بيز أكاونتنج، مبدأ النقدي ومبدأ الاستحقاق، ودي من أهم القواعد اللي بيتم على أساسها إعداد القوائم المالية. ثم بعد كده بننتقل إلى التولز اوف اناليسيز والستاندر اوف كومباريزون، بعد ما انتهيت من اعداد الفاينانشال ستيتمنت اللي احنا قلنا عليها فوق، اللي هي البالانس شيت والانكم ستيتمنت والستيتمنت اوف ريتيند ايرنينج والستيتمنت اوف كاش فلو. تم الانتهاء من اعداد هذه القوائم وفقا والفاندمنتال والكونسبت بتاع اعداد القوائم المالية، هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها comparison وهعمل بيها analysis، وده هناخد عنه فكرة مبسطة النهاردة، والمرة القادمة ان شاء الله هنستعرض بالشكل التفصيلي التحليل المالي، هنستعرض بشكل تفصيلي التحليل المالي للقوائم المالية. نتمنى ان شاء الله ان يكون النهاردة الموضوع واضح وسهل، واحنا بنعتمد على اساس ان احنا بنربط كل محاضرة بالمحاضرة اللي فاتت، ودي من اهم اساس الشغل اللي احنا بنشتغل عليه عشان يبقى الموضوع بالنسبة لحضراتكم مترابط، وتبقوا بتتعاملوا مع الموضوع كأنه موضوع متصل ومرتبط ببعضه. فالمرة اللي فاتت احنا استعرضنا أهمية البيانات المالية ومين هم مستخدمي البيانات المالية والأغراض المختلفة لاستخدام البيانات المالية، وقلنا في المرة اللي فاتت إن البيانات المالية دي بتتمثل في الفاينانشال ستيتمنت،
النهاردة احنا بنتكلم على الفاينانشال ستيتمنت بالأجندة بتاعتنا، وهننتهي بأهمية تحليل القوائم المالية، والمرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على تحليل القوائم المالية، فده مهم جدا عشان يبقى الموضوع واضح بالنسبة لحضراتكم ومرتبط ببعضه بشكل مرتبط. طيب خلونا النهاردة نشوف أولا إيه هي البرايمري فاينانشال ستيتمنت، إيه هي القوائم المالية الأساسية. إحنا عندنا على مستوى العالم كله في 4 أنواع مختلفة من القوائم المالية: البالانس شيت وهي الميزانية، والإنكم ستيتمنت وهي قائمة الدخل، والستيتمنت اوف ريتيند ايرنينج قائمة التغير في حقوق الملكية، والستيتمنت اوف كاش فلو قائمة التدفقات النقدية. هنستعرض مع بعض بشكل تفصيلي كل واحدة بشكل منفصل. أول حاجة هو إيه الغرض من الفاينانشال ستيتمنت؟ الفاينانشال ستيتمنت ديت بتجاوب عندي لإيه؟ بعد ما بنتهي من اعداد الفاينانشال ستيتمنت ببقى جاوبت على عده اسئله. اول سؤال الكومباني كارنت فاينانشال ستيتس، الوضع المالي الحالي للشركه. الوضع المالي الحالي للشركه ده بيبقى لقطه، يعني بجاوب على سؤال النهارده اليوم اللي انا قعدت فيه القوائم الماليه على سبيل المثال 31 ديسمبر 2021، في يوم 31 ديسمبر 2021 ما هو الوضع، الوضع المالي للشركه، ما هو الفاينانشال ستيتس للشركه، هل هو جود اور باد، هل هو هاي ريسك ولا لو ريسك. يبقى ده اول سؤال بتجاوب عليه الفاينانشال ستيتمنت، الوضع المالي الحالي للشركه في اليوم اللي تم اعداد فيه القوائم الماليه. تاني حاجه بتجاوب على الفاينانشال ستيتمنت ازاي كان الاوبريتنج بتاع الشركه او الاوبريشن بتاع الشركه خلال فتره. يعني لو انا بعد القوائم الماليه عن عام 2021، في القوائم الماليه دي بتجاوب على سؤال خلال عام 2021 كيف كان الاداء المالي لهذه الشركه، هل هو كان جيد واستمر في التحسن وأصبح جيد جدا، هل هو كان جيد جدا وحصل في بعض المشاكل وانخفض الأداء المالي للشركة فأصبح جيد، ولا هو كان جيد جدا واستمرت الشركة بنفس الأداء المالي بتاعها ويظل في نهاية السنة جيد جدا. ده تاني سؤال بتجاوب عليه الفاينانشال ستيتمنت. طيب تالت سؤال بتجاوب عليه الفاينانشال ستيتمنت هو طيب الشركه اللي انا بعملها فاينانشال ستيتمنت ديت بتستخدم الكاش بتاعها ازاي خلال هذه الفتره، هل هي عندها كفاءه في استخدام الكاش ولا هي ان افيشنت في استخدام الكاش. يبقى الفاينانشال ستيتمنت الغرض منها الإجابة على 3 أسئلة بشكل واضح وصريح: الـ current financial status، الوضع المالي الحالي للشركة، والـ financial performance بتاع الشركة خلال فترة، وكيفية إدارة الشركة للكاش النقد. طيب ننتقل بعد كده إلى نقطة مهمة، أول نوع في الفاينانشال ستيتمنت اللي هو البالانس شيت. احنا قلنا الفاينانشال ستيتمنت ديت عبارة عن 4 فاينانشال ستيتمنت: البالانس شيت، الانكم ستيتمنت، الريتيند ايرنينج، والستيتمنت اوف كاش فلو. فاول نوع في الفاينانشال ستيتمنت هو البالانس شيت، الميزانية. طيب الميزانية تعرفها ايه؟ هي السمري of the financial position of company at a particular date. والتعريف ده مهم جدا لان البالانس شيت بتتعمل في ديت معين، بتتعمل في يوم محدد. يعني انا بعمل بالانس شيت في 31 ديسمبر 2021، يبقى انا بجاوب على سؤال ايه هو الفاينانشال بوزيشن للشركه ديت في 31 ديسمبر 2021. طب لو انا عملت فاينانشال بوزيشن او عملت بالانس شيت
في 30 مارس 2022 هيبقى مختلف. طب انا لو عملت فاينانشال بوزيشن في 30/6/2022 هيبقى مختلف. اذا البالانس شيت هي بتجاوب على سؤال ايه هو الفاينانشال بوزيشن للشركه في يوم محدد في بارتيكولار ديت. طيب البالانس الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه ده بشوف فيه 3 عناصر مهمين جدا: الاسيت واللايبيليتي والاونر ايكويتي. يعني انا عشان اشوف الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه لازم اشوف 3 ارقام مهمين ورئيسيين بالنسبه لي: الاسيت الاصول، واللايبيليتيز الالتزامات، والاونرز ايكويتي. الاسيت دي الاصول زي ايه؟ زي الكاش النقديه، زي الاكونت ريسيفبل اوراق القبض، الشيكات اللي نتجت عن ان انا بعت مبيعات بالاجل، الانفنتوري المخزون بتاعي، اللاند الارض اللي انا عامل عليها المشروع، البيلدينج المباني اللي انا عامل عليها المشروع، الاكيوبمنت خطوط الانتاج والالات والمعدات، وطبعا الانتنجبل ايتم زي السمعه العلامه التجاريه للشركه، دي بتعتبر من الاصول ولكن هي انتنجبل غير ملموسه. مش هخش الشركه هلاقي السمعه او التريد نيم او التريد مارك بتاع الشركه اصل قدامي، لا، يعني قبل القيمه السوقيه بتاعتها في العلامه بتاعتها. مش هخش الشركه هلاقي اصل عباره عن العلامه بتاعت قبل، ولكن هي القيمه بتاعتها، قيمتها في السوق ومدى ارتباط المستهلكين بيها. الفيسبوك عنده انتنجبل ايتم اللي هو علامه الاسم الفيسبوك. فورد عندها علامه تجاريه اسمها فورد، ده تعتبر انتنجبل ايتم. يبقى الاسيت او الاصول هي اول عنصر بشوفه في الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه، وهذه الاصول هي متنوعه زي الكاش والاكونت ريسيفبل والانفنتوري واللاند والبيلدينج والاكيومنت والانتنجبل ايتم. طيب ايه هو تاني عنصر بشوفه في الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه بتاعي؟ اللايبيليتيز الالتزامات، الفلوس اللي عليا، الالتزامات اللي عليا، الدين اللي عليا اللي انا لازم ارجعه. طيب زي ايه؟ زي الاكاونتس بيبل. يعني ايه الاكاونتس بيبل؟ يعني الحسابات الدينه اللي عليا. يعني لو انا عندي مصنع بلاستيك ورحت بشتري ماده خام لمصنع البلاستيك، الماده الخام ديت عباره عن طن ماده خام، الطن ده سعره 1,000,000 دولار، رحت اشتريه بدل ما ادفع 1,000,000 دولار كاش، قلت للراجل اللي انا هشتري منه لو سمحت انا هدفع لك 1,000,000 دولار دولت بعد 3 شهور. طيب هسجل 1,000,000 دولار دولت فين؟ هسجلهم في الاكونتس في الحسابات الدينه اللي عليا. طيب النوتس بيبل هي هي بالظبط، بس الراجل اللي انا اشتريت منه طن الماده الخام بتاع مصنع البلاستيك اللي بمليون دولار، كتبت على نفسي شيك، كتبت على نفسي شيك، قلت له خد الشيك ده، والشيك ده هتاخده كمان 3 شهور، فبقت نوتس بيبل. والمورتج بيبل دي الاقساط المستحقه على الشركه، سواء بقى اقساط طويله الاجل او قصيره الاجل. لو اقساط قصيره الاجل فمعناها ان هي اقساط هتدفع سنه فاقل، 12 شهر فاقل. لو اقساط طويله الاجل فمعناها ان هي هتدفع اكتر من 12 شهر. يبقى تاني عنصر من عناصر البالانس شيت الميزانيه بتاعتي هي اللايبيليتيز الالتزامات. طيب تالت عنصر اللي هو ايه؟ اللي هو الاونر ايكويتي. الاونر ايكويتي ده اللي هو حقوق الملكيه، اللي هو راس مالي بتاع الشركه. لو انا عندي شركه فده الفلوس بتاعتي اللي انا حطيتها جوه الشركه، تمام. يبقى اما بنيجي نتكلم على البالانس شيت، الميزانيه هي اول قائمه من الفاينانشال ستيتمنت اللي احنا بنشتغل عليها من الاربعه فاينانشال ستيتمنت. طب البالانس شيت ديت هي عباره عن ايه؟ هي سمري ملخص
للفاينانشال بوزيشن، للمركز المالي بتاع الشركة، في بارتيكولار ديت، في يوم محدد، في يوم معين. المركز المالي ده بيغطي 3 أرقام رئيسيين: الأصول، الأسيت، واللايبيليتيز، الالتزامات، والأونر إيكويتي اللي هي رأس مالي جوه الشركة. طيب، البالانس شيت بتجاوب على سؤال مهم جدا جدا، او على اكتر من سؤال مهمين جدا جدا. اول حاجة، ايه هي الريسورس بتاعت الكامباني؟ وده شفناه في الاسيت. وايه هي الاوبليجيشن بتاع الكامباني؟ وده شفناه في الليابيليتي. وايه هي النت اسيت بتاع الكامباني؟ وده شفناه في الاونر ايكويتي. يبقى البالانس شيت لما بتيجي تعمل فاينانشال بوزيشن للشركة في بارتيكولار ديت بتجاوب على 3 أسئلة: ايه هي التوتال ريسورس بتاع الشركة؟ وده اللي بيجاوب عليه التوتال اسيت. ايه هي التوتال اوبليجيشن بتاع الشركة؟ وده اللي بيجاوب عليه اللايبيليتي. وايه هي النت اسيت بتاع الشركة؟ وده اللي بيجاوب عليه الاونر ايكويتي. ومن هنا ظهرت الاكاونتنج ايكويشن، او معادله الاكاونتنج المشهوره اللي احنا كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هي بتقول ان الاسيت ايكوال لايبيليتي بلس اونر ايكويتي. اجمالي اصول هذه الشركه، اجمالي الاصول اللي انا بمتلكها النهارده كمصنع، عباره عن ايه؟ عباره عن اللي انا استلفته اللايبيليتي وراس مالي اللي هو الايكويتي. وبالتالي انا ممكن اقول على الاسيت دي الريسورسز بتاعتي، الموارد بتاعتي، واقول على اللايبيليتي والاونر ايكويتي السورس اوف فاند. انا مولت الاصول دي ازاي؟ انا مولت الريسورسز دي ازاي؟ يعني لو انا بعمل مصنع بلاستيك، ومصنع البلاستيك ده هيكلفني 5 مليون دولار، عشان اعمل مصنع بلاستيك ده هيكلفني 5 مليون دولار، يعني اجمالي الاصول اللي فيه ب5 مليون دولار. طيب لو انا النهارده اللي معايا السورس اوف فاند بتاعي 2 مليون دولار، وانا عندي اجمالي الاصول 5 مليون دولار، يبقى انا هحتاج ان انا استلف من بره 3 مليون دولار، ودي اللي بيتقال عليها السورس اوف فاند. يبقى الاكاونتنج ايكويشن، المعادله المحاسبيه المشهوره اللي انا بشتغل عليها في البالانس شيت، بتقول ان الاسيت ايكوال لايبيليتي بلس اونر ايكويتي، اجمالي اصول الشركه يساوي اجمالي التزامات الشركه زائد حقوق الملكيه. طيب اجمالي اصول الشركه ديت بيتم تمويلها من مصدرين. اجمالي اصول الشركه ديت ممكن اقول عليها ريسورس، الموارد، بيتم تمويلها من مصدرين: يا اما liability اللي هي الكريديتور كليم اجينست ريسورس، يا اما الايكويتي اللي هي الاونر كليم اجينست ريسورس. والريسورس بتاعت الشركه دي هي دي اللي انا بستخدمها بقى عشان اعمل البيزنس بتاعي، واطلع تشغيل، واعمل ارباح، واطلع ارقام ونتائج اعمال مميزه. خلينا النهارده نشوف مثال ل بالانس شيت مبسطة خالص، شكلها بسيط خالص. هي عبارة عن زي ما احنا شايفين اسيت على الناحية الشمال، وايكوال اللايبيليتي والاونر ايكويتي على الناحية اليمين. الاسيت ديت زي ما احنا قلنا ممكن تكون الكاش النقدية اللي موجودة في الخزنة، ممكن تكون اكاونت ريسيفابل اللي المبيعات الآجلة اللي انا عملتها، اما جيت ابيع باعت بالآجل، واللاند قيمة الأرض اللي أنا عملت عليها المشروع. طيب توتال الأسد دي عبارة عن قد إيه؟ عبارة عن 340 دولار اللي هم مجموع الـ40 ومجموع الـ100 ومجموع الـ200 اللي هو 340 دولار. طيب دي إجمالي أصول الشركة بتاعتي، دي إجمالي الريسورسز بتاعتي. مولتها منين؟ يا إما مولتها من فلوسي اللي هي الأونر إيكويتي اللي هي الكابيتال ستوك 100 وريتيند ايرننج 40، يا اما مولتها ان انا استلفت من بره اللي هي اللايبيليتي اللي هي الاكونتس بيبل اللي احنا قلنا عليها، والنوتس بيبل اللي انا اكتب على نفسي شيكات. وبالتالي في اي لحظه من اللحظات عشان اعمل بالانس شيت مظبوطه
لازم هبقى عارف ان البالانس شيت ديت عبارة عن طرفين، طرف في الاسيت وطرف في الليابيليتي والاونر ايكويتي، وطبعا لازم في اي لحظة من اللحظات يكونوا الطرفين دولت متساويين مع بعض، ويكونوا في حالة تعادل، ويكونوا كلهم في حالة تعادل مع بعض. طيب اما باجي بقى اعمل البالانس شيت بتاعتي بعملها في شكل كومباريتيف. يعني ايه في شكل كومباريتيف؟ يعني بحط الاصول الاكثر سيولة الاول ثم الاقل سيولة. يعني لو جينا شفنا هنا الكاش، اخد وقت قد ايه عشان احول الكاش لكاش؟ زيرو تايم، هو اصلا كاش. طيب الاكونت ريسيفابل، المبيعات الاجله، ان انا بعت مبيعات اجله واللي اشترى مني كتب على نفسه شيك خلال شهرين او ثلاثة، ده يبقى الاكونت ريسيفابل المية دي هتتحول لكاش خلال شهرين وثلاثة. طب اللاند، لا ده اللاند دي عشان ابيع قطعة ارض انا هاخد 8 شهور او 9 شهور او سنة. يبقى انا اما باجي ارتب جانب الاصول برتبه من الاكثر سيولة اللي هو الكاش للاقل سيولة اللي هو اللاند. الكاش ما بياخدش وقت عشان احوله الكاش، الاكونت ريسيفبل بتبقى شيكات البيع بالاجل المستحقة ليا، ودي بتاخد من شهرين لثلاثة او اربعة او خمسة، واللاند عشان ابيع قطعة ارض واحولها الكاش بتاخد مني طبعا وقت كبير، 8 او 9 شهور او سنة. يبقى مهم جدا وانا برتب البالانس شيت بتاعتي ارتبها من الاقل، من الاعلى سيولة اللي هو الكاش للاقل سيولة. طيب على الجانب التاني اللايابيليتيز برضو نفس القصة، هرتب اللايابيليتيز، اللايابيليتيز دي الالتزامات اللي عليا، فبرتبها من الالتزامات اللي عليا القريبة اللي انا هدفعها خلال شهر او اتنين او تلاتة، للالتزامات البعيدة اللي انا هدفعها سنة فأكثر. يبقى مهم جدا وانا بعرض البالانس شيت بتاعتي اعرضها بشكل الاقل، الاعلى سيولة في الاقل، ده بالنسبة للاسيت والشورت تيرم لايابيليتيز واللونج تيرم لايابيليتيز، وزي ما هو هنا كاتبين ان انا بعملها الاوردر اوف ليكويديتي، وده مهم جدا جدا عشان اقدر اقرا البالانس شيت بتاعي بشكل سهل وواضح. طيب البالانس شيت ديت احنا قلنا عليها هي اول قائمه من قوائم الفاينانشال ستيتمنت بتاعتنا، قلنا عليها ان هي بتقول لي الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه في اي لحظه من اللحظات، وقلنا عليها ان هي بتقول لي اجمالي اصول الشركه يساوي الالتزامات وحقوق الملكية، وقلنا ان احنا بنرتبها من الاعلى سيولة للاقل سيولة فيما يخص الاصول، وبنرتبها من الالتزامات القريبة ثم الالتزامات البعيدة فيما يخص الليابيليتيز. هل البالانس شيت بقى حلوة قوي كده ما فيش فيها اي مشاكل، ما عندهاش اي ليميتيشن، ما فيش فيها اي مشكلة؟ في بعض الليميتيشن للبالانس شيت، او في بعض النقاط السلبيه للبالانس شيت. اول حاجه ان الاصول اللي فيها بتتسجل بالهيستوريكال فاليو، بالقيمه التاريخيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا على سبيل المثال لو انا النهارده مسجل في، نرجع تاني للمثال بتاعنا، لو انا النهارده مسجل اللاند اللي هي $200، هل انا سجلتها وقت ما اشتريت قطعة الارض دي؟ يعني انا بعمل الميزانية في 2021، انا شاري الميزانية الارض دي من 10 سنين، بس كل سنة بحطها بقيمتها $200 $200، هل ده منطقي؟ لا، لان احنا زي ما احنا عارفين ان قيمة الارض بتزيد من سنة لسنة، ولكن قيمتها في البالانس شيت ثابته زي ما هي 200. لو جيت اشوف قيمه الارض دي النهارده هلاقيها 400 500 800، لان الارض في حاله زياده مستمر. فمن اكتر الليميتيشن اللي بنشوفها في الفاينانشال ستيتمنت هي الهيستوريكال فاليو، ان هي بتتسجل بالقيمه التاريخيه.
ديت بتخلينا دايما نقول ان كل اصل ليه بوك فاليو او هيستوريكال فاليو وماركت فاليو اللي هي قيمته النهارده قد ايه. فعشان كده دي من اهم سلبيات البالانس شيت، ان هي بتحط الحاجه بالهيستوريكال فاليو مش بالماركت فاليو. طيب ننتقل بعد كده لتاني فاينانشال ستيتمنت، الا وهي الانكم ستيتمنت. احنا قلنا ان احنا عندنا اربعه فاينانشال ستيتمنت: بالانس شيت، انكم ستيتمنت، التشينج ان تيرند ايرننج، والستيتمنت اوف كاش فلو. تا احنا اتكلمنا على البالانس شيت وقلنا تعريفها ايه، بتتكون من ايه، وايه هي الليميتيشن بتاعتها. وقلنا ان اهم ليميتيشن فيها ان هي بتسجل الاصول بالبوك فاليو، بالقيمة اللي انا اشتريت بيها الاصل، مش بالماركت فاليو اللي هي قيمته النهاردة. طيب تاني فاينانشال ستيتمنت عندنا هي الانكم ستيتمنت او قائمة الدخل. طب ايه هي تعريف قائمة الدخل؟ هي بتشو الريزلت بتاع الاوبريشن بتاع الشركة بتاعتي اوفر بيريود اوف تايم. ده هنا في فرق. ايه الفرق ده؟ ان البالانس شيت كانت بتوريلي الفاينانشال بوزيشن في سبيسيفيك ديت، في يوم محدد. الانكم ستيتمنت بتوريني الاوبريشن بتاع الشركه خلال فتره معينه. الاوبريشن ده بيعنى بيه ايه؟ انا في خلال هذه الفتره بعت قد ايه، وفي خلال هذه الفتره انا اتكلفت قد ايه، وبطرح اللي انا بعته من اللي انا اتكلفته، وبطلع الفرق ما بين الاثنين اللي هو النت بروفيت. وزي ما قلنا المره اللي فاتت، لو اللي انا بعته ايراداتي اكتر من مصروفاتي فانا عندي نت بروفيت. وزي ما قلنا المره اللي فاتت، لو اللي انا بعته ايراداتي اقل من مصروفاتي فانا عندي نت لوس. فدي اهميه الانكم ستيتمنت. الانكم ستيتمنت ديت بتوريني ثلاث ارقام رئيسيه، زي ما كنا بنشوف في البالانس شيت ان انا عندي ثلاث ارقام رئيسيه اللي هي الاسيت واللايبيليتي والاونر ايكويتي. الانكم ستيتمنت عندي ثلاث ارقام رئيسيه: الريفينيوز اللي هو انا بعت قد ايه، والاكسبنس اللي هو انا صرفت قد ايه، والفرق ما بين الاثنين، هل انا عندي نت بروفيت ولا نت لوس. امتى هيبقى عندي نت بروفيت؟ لو الريفينيو اكتر من الاكسبنس. وامتى هيبقى عندي نت لوس؟ لو الاكسبنس اكتر من الريفينيو. طيب خلينا هنا نشوف مثال لانكم ستيتمنت. زي ما احنا شايفين الريفينيو اللي هي جايه من السيلز، الايرادات، والاكسبنس اللي هي تكلفه البيع، سواء كوست اوف جودز سولد، مصروفات خاصه مباشره خاصه بالنشاط، او اوبريتنج وادمنستريتيف اكسبنس اللي هي المصروفات الاداريه والعموميه والمرتبات والضريبه. كل ده بيديني التوتال اكسبنس. فشفت التوتال ريفينيو بتاعي 130، والتوتال اكسبنس بتاعي 98، وبالتالي هنا انا عندي الريفينيوز اكتر من الاكسبنسز، وبالتالي انا عندي هنا حاله نت انكم، عندي هنا حاله ربح، انا كده حققت ربح. طيب السنه اللي بعديها ايه اللي انا شايفه عندي؟ الايرادات، او السنه اللي قبليها الايرادات. احنا هنا في 2011 كانت الايرادات 100، في 2010 كانت 85، يبقى الايرادات حصل فيها ايه؟ تحسن، ارتفعت من 85 ل 100. طيب الاذر ريفينيو ديت ايه هي الاذر ريفينيو؟ هي عباره عن ايرادات بس مش ناتجه من النشاط بتاعي، بمعنى ان انا مثلا لو انا مصنع بلاستيك، فالريفينيوز بتاعتي الرئيسيه جايه من السيلز، من ان انا ببيع ترابيزات وكراسي بلاستيك. طيب ايه هي الاثر بتاعي؟ ان انا ممكن يكون عندي مخلفات للتصنيع عباره عن بلاستيك مكسر ناتج عن بعض الاصلاح والصيانه بخطوط الانتاج. طب البلاستيك ده انا هرميه؟ لا، انا هبيعه، ولكن مش بحطه في السيلز، بحطه في الاثر، لان هو ده مش بيمثل مصدر الايراد الرئيسي بتاعي. طيب انا هنا في 2010 كان اجمالي الايرادات بتاعتي 100، في 2011 بقى 130. يعني ايه اللي حصل للايرادات بتاعتي؟ الايرادات بتاعتي حصل لها تحسن. طيب
وبالتالي ده أثر على النت إنكم بتاعي، لأن النت إنكم بتاعي كان في 2010 12 بقى 32. ودي من أهم الحاجات اللي إحنا بنشوفها في الإنكم ستيتمنت، إن هي بتوريني ثلاث أرقام: الريفينيوز بتاعتي كانت كام وبقت كام، الاكسبنسز بتاعتي كانت كام وبقت كام، وأما بطرح الاتنين مع بعض أنا عندي نت بروفيت ولا عندي نت لوس. طيب احنا كده شفنا الانكم ستيتمنت وانتهينا بالنت انكم تحت خالص. طيب بعد كده هعمل بقى الستيتمنت الثالثه، اللي هي الستيتمنت اوف ريتيند ايرنينج، او قائمه حقوق الملكيه. انا بعد ما بعمل النت بروفيت بتاعي اللي انا عملته، اللي هو هنا كان 32، كان 12 في 2010 بقى 32 في 2011، ببتدي بعد كده اخد النت بروفيت ده، وليه بيروح مصدرين: يا اما بيبقى ديفيدندز بوزعه على حملة الاسهم، الناس اللي داخله معايا في الشركه بوزع عليهم ارباح، والجزء الثاني انا بعمل له ريتيند ايرننج بعينه عندي في الشركه. وده اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، ان انا بحتفظ بجزء من الارباح بتاعتي في صوره ريتيند ايرننج عشان امول بيها الاستثمارات المستقبليه. وقلنا المره اللي فاتت طيب لو انا بوزع كل الارباح هيبقى عندي مشكله، لان انا مش هقدر امول الاستثمارات المستقبليه بتاعتي اللي انا هقدر عايز اشتغل عليها. طيب بعد ما استعرضنا الستيتمنت الثالثه اللي هي الريتيند ايرننج، عندنا ستيتمنت مهمه جدا، هي الستيتمنت اوف كاش فلو، او اللي بيتقال عليها قائمه التدفقات النقديه. قائمه التدفقات النقديه بتجاوب، هي عباره عن ايه؟ هي بتريبورت الاماونت اوف كاش كولكتد والاماونت اوف كاش بيد خلال بيريود اوف تايم، يعني خلال فتره زمنيه، نفس الفتره الزمنيه بتاعت الانكم ستيتمنت، بجاوب على سؤال: هو انا خدت كاش قد ايه ودفعت كاش قد ايه؟ بتجاوب على سؤال: هو انا ريسيف كاش، خدت كاش قد ايه، وباي كاش، دفعت كاش قد ايه؟ والستيتمنت اوف كاش فوليوم مهمه جدا جدا جدا، لان هي بتوريني الشركه بتدير الكاش بتاعها ازاي. طب ايه هي امثله للكاش انفلو؟ ما هو الستيتمنت اوف كاش فلو عباره عن كاش ان كاش اوت. الكاش ان فلو انا جالي كاش ازاي، والكاش اوت فلو انا طلع من عندي كاش ازاي. ايه هي امثله الكاش ان فلو؟ ان انا بيع جودز وسيرفيس، دي امثله للكاش ان فلو، بعت بضاعه وخدت الكاش بتاعها. طيب ايه هي امثله تاني للكاش ان فلو؟ ان انا بعت اصول تانيه. يعني ايه بعت اصول تانيه؟ بعت ارض، بعت عربيه، بعت مبنى. طيب ايه هي امثله تاني للكاش ان فلو؟ الناتجه عن الاستثمارات بتاعتي. ايه هي الاستثمارات بتاعتي؟ ان انا في مساهمين دخلوا معايا في الشركه، ان انا الايكوتي بتاعتي زودتها، ان انا حبيت اعمل توسع ومجيت اعمل هذا التوسع خدت فلوس من المساهمين بتوعي. كل دي امثله للكاش ان فلو، ليه ازاي الكاش بتاعي دخل في الشركه. طيب ايه امثله للكاش اوت فلو؟ ازاي بطلع الكاش من الشركه؟ باي بقى اوبريتنج اكسبنس، دفعت فواتير الكهرباء والميه والغاز والتليفون وكل هذه الاشياء. باي لون، دفعت اقساط عليا للشركه. دفعت توزيعات ارباح للمساهمين اللي موجودين معايا. دي امثله للكاش اوت فلو. فانا عندي امثله للكاش ان فلو، ازاي الكاش بتاعي داخل الشركه، وعندي امثله للكاش اوت فلو، ازاي الكاش بتاعي بيخرج من الشركه. لو بصينا هنا مع بعض هنلاقي ان الكاش ان فلو والاوت فلو هو بيجي في اغراض مختلفه، بمعنى ان انا لما ببيع جودز وسيرفيس غير اما ببيع اصل، غير اما المساهمين بتوعي يضخوا. هم كلهم كاش ان فلو، بس كل واحد فيهم جاي من حته مختلفه، وبالتالي انا محتاج ان انا اعمل كلاسيفيكيشن للكاش فلو، محتاج ان انا اقسم الكاش فلو بتاعي. وبصراحه احنا بنقسم الكاش فلو لثلاث انواع رئيسيه: يا اما اوبريتنج كاش فلو، يا اما انفستنج كاش فلو، يا اما فاينانسنج كاش فلو. فانا عندي اوبريتنج اكتيفيتي، دي اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت، دي النشاط الرئيسي للشركه.
اللي هو التصنيع والبيع، وعندي investing activity دي اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت أنشطة استثمارية، وعندي financing activity عندي أنشطة تمويلية. فالشركة اللي أنا بشتغل أو اللي أنا بديرها هي بتمارس ثلاث أنواع رئيسية من الأكتيفيتي اللي احنا قلنا عليها البيزنس أكتيفيتي المرة اللي فاتت، يا إما أوبريتنج أكتيفيتي لأنشطة التشغيل الرئيسية بتاعت الشركة، يا إما فاينانسنج أكتيفيتي اللي هي أنشطة تمويلية، يا إما انفستنج أكتيفيتي اللي هي أنشطة استثمارية. وأنا بعمل الاستيتمنت أوف كاش فلو لازم أفرق ما بين الكاش فلو اللي جاي لي من الأوبريتنج، والكاش فلو اللي جاي لي من الانفستنج، والكاش فلو اللي جاي لي من الفاينانسنج، لأن أنا يعنيني ان انا اركز على الاوبريتنج اكتيفيتي والكاش فلو اللي جاي من الاوبريتنج اكتيفيتي، لان هو ده اللي ناتج عن تشغيل الشركه بتاعتي، هو ده اللي بيدل ان الشركه بتاعتي الاوبريشن بتاعها كويس. ولو ده ناجح هيبقى الفاينانسنج والانفستنج ناجح، ولو الاوبريتنج اكتيفيتي فاشل هيبقى الفاينانسنج والانفستنج اكتيفيتي في مشاكل. هنا بقى رجعت تاني اقسم الكاش فلو كاش ان فلو، كاش داخل وكاش اوت فلو، وفقا والتايب اوف اكتيفيتي. الاوبريتنج طبعا الكاش ان فلو ان انا ابيع جودز اند سيرفيس، ان انا ابيع استثمارات عندي. الكاش اوت فلو ان انا اشتري مخزون وان انا ادفع انترست اكسبنس. طب الانفستنج اكتيفيتي الكاش ان فلو اللي هيخش الشركه امتى؟ ان انا ابيع اصل، ابيع قطعه ارض. الكاش اوت فلو بان انا اشتري اصل، اشتري قطعه ارض. والفاينانسنج اكتيفيتي الكاش ان فلو بتاعي ان انا استلف من البنك، اخد قرض من البنك، ده هيبقى كاش ان فلو بس ناتج من الفاينانسنج اكتيفيتي. والكاش اوت فلو بان انا ادفع اقساط القرض، وان انا اوزع توزيعات الارباح بتاعتي. ففي الاخر كل ده بيصب في بول واحده، الكاش ان فلو والكاش اوت فلو بتاع الشركه، سواء الكاش ان فلو والاوت فلو ده جاي من الاوبريتنج او جاي من الانفستنج او جاي من الفاينانسنج. بس ليه بنفرق ما بينهم؟ لان انا يعنيني ان انا اركز على الاوبريتنج اكتيفيتي اكتر، وعشان هي دي اللي بتوريني هو الاوبريشن بتاع الشركه عامل ايه، ايه اخباره، كويس، في مشكله ولا لا. عشان هو ده لو اوكي مش هيبقى عندي مشكله في الانفستنج، ومش هيبقى عندي مشكله في الفاينانسنج. ولو ده عند لو ده في مشكله، فانا بعد كده هيبقى عندي مشكله في الانفستنج والفاينانسنج. لان انا لو الاوبريتنج كويس هقدر اشتري ارض واتوسع، لو الاوبريتنج كويس هقدر ادفع الالتزامات اللي عليا للقروض. لو الاوبريتنج فيه مشكله معناها ان انا مش هقدر اتوسع واشتري اراضي ومباني جديده، ومعناها ان انا مش هقدر ادفع الالتزامات اللي عليا. طبعا ده مثال للستيتمنت اوف كاش فلو اناليسيس، ازاي انشطه معينه وتاثير كل واحد على الاوبريتنج والانفستنج والفاينانسنج، نتكلم فيه ان شاء الله في الحلقه النقاشيه ونطرحها مع بعض. طيب احنا كده نبقى غطينا النوع الرابع في الفاينانشال ستيتمنت، النوع الرابع في الفاينانشال ستيتمنت اللي هو الستيتمنت اوف كاش فلو. نفتكر مع بعض تاني الاربع انواع بتوع الفاينانشال ستيتمنت. النوع الاول هو البالانس شيت، الميزانيه، وقلنا ان هي بتقول الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه في بارتيكولر ديت، وقلنا ان هي فيها ثلاث ارقام مهمين، الاسيت واللايبيليتي والاونر ايكويتي. وتاني ستيتمنت اتكلمنا عليها كانت الانكم ستيتمنت، ودي كانت بتوريني الاوبريشن بتاع الشركه خلال بيريود اوف تايم، فتره زمنيه معينه، وقلنا ان فيها ثلاث ارقام مهمين هي الريفينيوز والاكسبنس والنت بروفيت او النت لوس. وتالت ستيتمنت كانت الستيتمنت اوف ريتيند ايرننج، وبتوريني توزيعات الارباح بتاعتي، وفيها ثلاث ارقام مهمين، النت بروفيت بتاعي والديفيدندز باي اوت وريتيند ايرننج. ورابع فاينانشال ستيتمنت اتكلمنا عليها كانت الستيتمنت اوف كاش فلو، بتوريني الشركه بتمانج الكاش فلو بتاعها ازاي، وكان فيها
ثلاث أرقام مهمين: الأوبريتنج كاش فلو اللي بيجي من أنشطة التشغيل، والفاينانسنج كاش فلو اللي بيجي من أنشطة التمويل، والانفستنج كاش فلو اللي بيجي من أنشطة الاستثمار. وقلنا إن إحنا لازم نفرق ما بين الكاش فلو بتاع الأوبريتنج والكاش فلو بتاع الانفستنج والكاش فلو بتاع الفاينانس، لأن أنا أهم حاجة عندي الكاش فلو بتاع الأوبريتنج، لأن ده لو ناجح الباقي هيبقى ناجح، لو في مشكلة الباقي هيبقى في مشكلة. طيب إحنا كده وضحنا الفاينانشال فور تايب اوف فاينانشال ستيتمنت. ايه هي بقى النوتس بتاعت الفاينانشال ستيتمنت؟ هي الايضاحات المتممه، هي اللي بتعمل ايضاحات اكتر للارقام الرئيسيه اللي موجوده في الفاينانشال ستيتمنت. اما حضراتكم بتطلعوا على اي فاينانشال ستيتمنت بتلاقوا الاربع ميزانيات: الميزانيه وقائمه الدخل والتدفقات وتغير حقوق الملكيه، وبعد كده الايضاحات المتممه. دي بتدينا تفاصيل اكتر للفاينانشال ستيتمنت، لان انا بعرض الفاينانشال ستيتمنت بشكل مختصر، واللي محتاج ان هو يبص على التفاصيل بيبص على الايضاحات المتممه. طيب وانا بعمل بقى الفاينانشال ستيتمنت الاربعه اللي احنا قلنا عليهم دولت، في مجموعه من الفاندمنتال والكونسبت والانسامشن، في مجموعه من الاسس والمعايير والقواعد اللي انا لازم التزم بيها وانا بعرض وانا بعد الفاينانشال ستيتمنت، ودي اللي بتقول لنا عليها جاب اللي هم الجنرال اكسبتد اكاونتنج برينسيبل. هي دي منظمه العالميه المسؤوله عن وضع قواعد المحاسبه واعداد القوائم الماليه، وموجود منها في كل دوله مؤسسه مماثله هي اللي بتحط قواعد المحاسبه. ايه هي اشهر القواعد ديت؟ القاعدة رقم واحد separate entity concept، ان انا بعمل القوائم المالية بشكل منفصل لكل entity، لكل شركة بشكل منفصل. arm length transaction، ان كل transaction دي بتأثر debit وكريدت، كل transaction بتزود في حتة وتنقص في حتة، ما يفيش transaction بتزود في حتة بس وما تنقص في حتة. وتالت قاعده هي الكوست برينسيبل، بان انا بسجل الترانزاكشن بقيمه التكلفه بتاعتها. ورابع مبدا هو المونيتري ميجرمنت كونسبت، ان انا بسجل الترانزاكشن القابله للقياس بشكل نقدي. وخامس كونسبت اللي هو الجوين كونسيرن اسامبشن، ان انا عندي فرضيه ان الشركه دي هتستمر وان الشركه دي مكمله. طبعا اول هنا بقى نستعرضهم بشكل تفصيلي. السيبريت انتيتي كونسبت اللي هو احنا كنا استعرضناه المره اللي فاتت، ان انا عندي اشكال قانونيه مختلفه وكل شكل قانوني بيتم اعداد القوائم الماليه ليه بشكل منفصل. والكوست كونسبت ان انا بسجل الحاجه بالقيمه التاريخيه بتاعتها، زي ما قلنا ان انا لو عندي قيمه الارض ب 200 فهي دي قيمه الاستحواذ على الارض يوم ما اشتريت الارض. بقى قيمة الأرض عمالة تتغير، أنا ماليش دعوة بالقصة دي، لأن أنا من قواعد إعداد القوائم المالية هي الكوست برينسيبل. والمونيتري ميجرمنت كونسبت، إن أنا بقيس الايكونوميك اكتيفيتي بس، بقيس الترانزاكشن بس اللي هي قابلة للقياس بشكل نقدي. وطبعا قلنا ان القيم اللي عندي مش بتتأثر بالماركت فاليو زي الانفليشن وهذه الاشياء. وبعد كده المبدأ بتاع الجوين كونسيرن اسامبشن، ان انا عندي فرضية ان المؤسسة ديت هتكمل وليها مستقبل، وان احنا فاتحين عشان نكمل. فدي كانت الاربع مبادئ او الخمس مبادئ الرئيسية اللي احنا بنشتغل عليهم واحنا بنعد القوائم المالية. اول مبدأ السيبريت انتيتي، ان انا بعمل قوائم مالية لكل شكل قانوني بشكل منفصل. والارم لانس ترانزاكشن، ان كل ترانزاكشن بتأثر ديبت وكريدت. والكوست برينسيبل، بان انا بسجل الحاجات اللي عندي بالقيمة التاريخية بتاعتها. والمونيتري ميجرمنت، بان انا بسجل الحاجات القابلة للقياس. والجوين كونسيرن، بان الشركة بتاعتي انا عندي فرضية بان الشركة دي مكملة وناجحة وما فيش فيها مشكلة. واستعرضنا كل مبدأ من المبادئ دي بشكل منفصل. هنا بقى بنتكلم على مبدأ مهم جدا جدا، ألا وهو الأكرال أكاونتنج. يعني إيه الأكرال أكاونتنج؟ هي بيتقال عليها بالترجمة المحاسبة بمبدأ الاستحقاق. الاستحقاق
يعني ايه الاستحقاق؟ يعني انا النهارده عندي شركة، والشركة ديت انا بعت بضاعة بمليون دولار. اول ما ببيع البضاعة بمليون دولار بسجل في الايرادات مليون دولار ريفينيوز. طيب انا المليون دولار دولت خدت منهم كاش 600,000، وخدت شيك اكاونت ريسيفابل 400,000. هل ده معنى ده ان انا هسجل البضاعة اللي بعتها الكاش بس اللي ب600,000؟ لا، مبدأ الاستحقاق بيقول ان انا لو بعت النهاردة، عملت عملية البيع النهاردة بمليون دولار، اسجل المليون دولار كلهم في الايرادات. طيب هروح بقى اسجل عندي في الاصول نقطتين، الكاش اللي انا خدته 600,000 زاد، والاكاونت ريسيفبل عندي زادت ب400,000. ده هو التعريف البسيط لمبدأ الاستحقاق، ان انا بسجل العملية بغض النظر انا خدت فلوسها كلها كاش ولا لا. وده القاعدة مهمة جدا جدا في اعداد القوائم المالية. هنا بقى تعريف الاكروال اكاونتنج: السيستم اوف اكاونتنج which revenue and expense are recorded as they are earned and incurred not necessarily when cash is received. نفس اللي احنا بنقول عليه بالظبط، ان الايرادات والمصروفات بيتم تسجيلها وقت حدوثها، بغض النظر انا خدت الفلوس كاش او دفعت الفلوس كاش، عشان ده اللي بيديني اكيوريت بيكتشر على الشركه والبروفيتابيلتي بتاعتي. ف مبدا الاستحقاق مبني على الريفينيو ريكوجنيشن. امتى الريفينيو ريكوجنيشن؟ لو انا النهارده في مصنع البلاستيك، دخل عليا الراجل خد من عندي بضاعه بمليون دولار، يبقى انا كده عمليه البيع تمت، كده خلاص الريفينيو ريكوجنيشن حصل. بغض النظر بقى هو دفع لي النهارده 600,000 كاش وهيدفع لي 400,000 كمان 3 شهور. حتى لو هيدفع لي النهارده 600,000 كاش بس، فانا بسجل الايرادات كلها بمليون دولار. وطبعا من اهم المبادئ برضو هي الماتشنج برينسيبل، بان انا ما ينفعش اسجل تكلفه بند خاص بعام 23 اسجله في عام 22، لان ده معناه ان انا بحمل سنه بمصروفات مش خاصه بالسنه ديت. بمعنى ان انا النهارده لو عندي عقد ايجار، وعقد الايجار ده لمده 5 سنين وكل سنه بمليون دولار، يبقى اجمالي عقد الايجار قد ايه؟ 5 مليون دولار. لو انا دفعتهم كلهم النهارده ما احطهمش كلهم في مصروفات عام 2022. ليه؟ انا دفعتهم النهارده صحيح، بس كل سنه نصيبها في المصروف ده مليون دولار، لان انا العقد 5 سنين وكل سنه بمليون دولار. فمبدا الماتشنج ده ان انا اتحقق ان كل سنه اتحملت بالمصروفات بتاعتها. وطبعا الكاش بيزس اكاونتنج، لو انا هلتزم بان انا اسجل العمليات على الكاش بس، والكاش بيزس ده طبعا ما بنقدرش نشتغل بيه، وممكن يبقى منتشر او موجود في المنشآت الصغيره. زي مين؟ زي الكشك، زي محل البقاله الصغير، جايب نوته وبيكتب فيها كل يوم الايرادات والمصروفات، انا صرفت قد ايه وبعت قد ايه. ده بيشتغل بالكاش بيزنس اكاونت، بس ما اقدرش اطبق ده في الشركات والمنشآت الكبيره. فالاكرال فيرسس الكاش اكاونتنج ده مهم جدا جدا ان احنا يبقى واضح بالنسبه لنا. وقلنا الاكرال احنا بنسجل العمليه وقت حدوثها بغض النظر انا خدت الكاش ولا لا. الكاش انا بسجل العمليه بناء على الكاش اللي انا خدته بس. طبعا الكاش ده بيتم استخدامه في المنشآت الصغيره. بعد كده احنا هنا بنتكلم على الاناليسيس بقى بتاع الفاينانشال ستيتمنت. يعني احنا كده عرفنا الفاينانشال ستيتمنت وعرفنا القواعد المحاسبيه للفاينانشال ستيتمنت، وبعد كده الاناليسيس ده اللي هو تحليل القوائم الماليه. وطبعا هنا بنتكلم على الانترنال يوزر والاكسترنال يوزر، ودي استعرضناها تفصيلا المره اللي فاتت. الانترنال زي المانجر
والاكسترنال زي الشير هولدر واللندر، ودي احنا استعرضناها بشكل مهم المرة اللي فاتت. طيب اليوزر بقى اما بييجوا يطلعوا على فاينانشال ستيتمنت بيبصوا عليها زي ما هي كده ولا بيعملوا عليها اناليسيز؟ لا، بيعملوا عليها تحليل كامل للقوائم المالية، وده اللي احنا هنتكلم عليه تفصيلا المرة الجاية اللي هو Financial Statement Analysis. النهاردة احنا بس بنقول ان الاناليسيز ده بيبقى اربع اقسام رئيسية. بعمل تحليل للقوائم المالية عن طريق اربع اقسام: الليكويديتي والإفشنسي، بقيس السيولة بتاعت الشركة، والسولفنسي بقيس ان هي تقدر تطلع لونج تيرم على المدى، تطلع ايرادات على المدى الطويل، الشورت الليكويديتي والافشنسي على المدى القصير، السولفنسي على المدى الطويل، والبروفيتابيليتي هل الشركه ديت قادره انها تحقق ارباح ولا لا، والماركت سعر السهم بتاع الشركه ده بيتطور ازاي وايه الاخبار وفي مشاكل ولا لا. يبقى انا بعد ما بخلص الفاينانشال ستيتمنت برجع تاني اعمل اناليسز، اعمل تحليل للقوائم الماليه. انا كانترنال واكسترنال يوزر مش هقدر اقرا القوائم الماليه زي ما هي كده، انا محتاج ان انا اعمل عليها تحليل عشان اوصل لنتيجه معينه في القرار بتاعي. وهذا التحليل هو بينقسم الى اربع انواع رئيسيه من التحليل. بعمل تحليل للليكويديتي للسيوله دي على الشورت تيرم، وبعمل تحليل للسولفنسي دي السيوله على اللونج تيرم، وبعمل تحليل للبروفيتابيليتي الربحيه بتاعتي، وبعمل تحليل للماركت اللي هي القيمه السوقيه للشركه بتاعتي. واحنا عندنا قواعد او اسس بشتغل عليها في الكومباريزون في التحليل، هي اولا الانترا كامباني التحليل الخاص بالشركه بتاعتي، و الكومبيتيتور التحليل الخاص بالمنافسين اللي شغالين معايا، والاندستري الصناعه اللي انا شغال فيها. يعني لو انا عندي مصنع بلاستيك فالانترا كامباني اناليسيس ده تحليل القوائم الماليه الخاصه بالمصنع، بعد كده تحليل القوائم الماليه الخاصه بالمنافسين ليا، وبعد كده تحليل القوائم او الاداء المالي لقطاع البتروكيميكال اللي هو الاندستري او الصناعه اللي انا بشتغل فيها، عشان اقدر اعرف نفسي انا حلو. انا لو حللت انترا كامباني خاص بالشركه بتاعتي بس، ممكن اقول على نفسي حلو، بس لما اجي اقارن نفسي بالكومبيتيتور اطلع وحش. طب ممكن احلل انا والكومبيتيتور نطلع حلوين، بس لما نيجي نقارن نفسنا بالاندستري بقطاع البتروكيميكال نطلع وحشين. فبالتالي انا لا اكتفي بان انا احلل ليا انا بس، انا لا اكتفي بان انا احلل المنافسين بس، انا لا اكتفي انا كمان احلل الصناعه اللي انا بشتغل فيها. طيب ايه هي بقى ادوات التحليل المالي؟ انا عندي هوريزونتال اناليسز اللي هو انا بحلل اداء الشركه خلال عده سنوات وقارن كل سنه بالتانية. زي ما قلت انا ممكن اعمل فاينانشال اناليسز ليا السنه دي واقول انا كويس، بس لما اقارن نفسي بالسنه اللي فاتت اكتشف ان انا كنت وحش. ليه؟ لان السنه اللي فاتت انا كنت بكسب 2 مليون، السنه دي كسبت مليون بس. يبقى انا كنت حلو وبقيت وحش. طيب انا حللت السنه دي طلعت ان انا بكسب مليون جنيه، واما قارنت بالسنه اللي فاتت طلعت ان انا بكسب 500 الف دولار بس. ده انا كده بقيت حلو. ليه؟ لان انا كنت بكسب قليل وبعدين بقيت اكسب كبير. فالهوريزنتال اناليسز بيديني تطور المؤشرات الماليه بتاعتي خلال عده سنوات، وده بقدر اوصل بيه ان انا اقدر اقيس انا كده تمام ولا مش تمام. في بعد كده بقى الفيرتيكال اناليسز، وده تاني نوع، بان انا بمسك رقم رئيسي في البالانس شيت اللي هو الاسيت، وانسب كل بند جوه البالانس شيت للتوتال اسيت، او بمسك رقم رئيسي جوه الانكم ستيتمنت اللي هو الريفينيوز، وانسب كل رقم جوه الانكم ستيتمنت للريفينيوز. فده بيتقال عليه الفيرتيكال اناليسز. ومن اشهر الحاجات اللي في الفيرتيكال اناليسز الديت ريشو،
اللي انا بمسك التوتال لايبيليتي بقسمها على توتال اسيت عشان اقدر اشوف هو انا قد ايه من التوتال اسيت بتاعي انا استلفته. الكرنت ريشو بمسك الكرنت اسيت بقسمها على كرنت لايبيليتي عشان اشوف هل انا عندي كرنت اسيت كافي ولا لا. طبعا ده هنشوفه تفصيلا المره الجايه. والاسيت تيرن اوفر اللي هو انا بمسك السيلز بقسمه على توتال اسيت عشان اشوف انا كتوتال اسيت قادر اجنريت ريفينيوز بشكل كافي ولا لا. والريتيرن اون سيلز بشوف النت انكم بتاعي او النت بروفيت بتاعي وبقسمه على السيلز عشان اشوف انا من كل مليون دولار انا بكسب قد ايه. دي كلها نماذج لل الفيرتيكال اناليسيس، ان انا بمسك رقم جوه الميزانيه اقسمه على رقم جوه الميزانيه، او بمسك رقم جوه البالانس شيت اقسمه على رقم جوه الميزانيه. واخرهم طبعا والمشهور هو ريتيرن اون ايكويتي، ان انا بشوف النت انكم بتاعي واقسمه على اونر ايكويتي عشان اشوف انا بكسب قد ايه على الفلوس اللي انا حاططها في الشركه بتاعتي. بكده نبقى احنا استعرضنا مع بعض الانواع المختلفة للاناليسز. احنا قلنا ان انا بعد ما بخلص الفاينانشال ستيتمنت بتاعي ما اقدرش اقراها زي ما هي كده، مش هقدر اوصل لنتيجة. زي بالظبط حضراتكم لما بتروحوا عافانا الله وعافاكم ان انت تروح لمعمل التحليل. معمل التحليل بياخد عينة دم من عندك ويعمل لها تحليل عشان يقدر يوصل بيها لمؤشرات، عشان يقدر الطبيب المعالج يقرأ المؤشرات دي وياخد عليها قرار. فالفاينانشال ستيتمنت كده لوحدها ما اقدرش اوصل بيها الكونكلوجن. امتى هقدر اقراها بشكل واضح وامتى انا كيوزر سواء انترنال او اكسترنال هقدر استخدمها اما اعمل عليها اناليسز. طب الاناليسز ده في اربع فئات مشهوره من الاناليسز، هي الليكويديتي والافيشنسي، دي بتقيس السيوله والكفاءه على المدى القصير، والسولوفنسي بتقيس الكفاءه والسيوله على المدى الطويل، والبروفيتابيليتي بتقيس الربحيه، والماركت بيقيس تطور سعر السهم. في قواعد مهمه للاناليسز بتاعي، ان انا لازم اعمل اناليسز وتحليل مالي ليا كشركه وللكمبيوتر والقطاع او الاندستري اللي انا بشتغل فيه. طيب انا عندي نوعين من الاناليسز، عندي هوريزنتال ان انا بعمل تحليل او مؤشرات ماليه لاكثر من سنه عشان اقيس تطور الشركه خلال عده سنوات، وفي ان انا بعمل فيرتيكال اناليسز بان انا باخد قيم جوه الشركه وانسبها لبعض عشان اقدر اقرا الاداء المالي للشركه. واستعرضنا عده نماذج للفيرتيكال اناليسز. اولا كانت الليفرج، وديت اشهر حاجه في الفيرتيكال اناليسز، بقسم اللابيليتي على الاسيت عشان اعرف انا مستلف قد ايه، والليكويديتي بقسم الكرنت اسيت على كرنت لابيليتي عشان اعرف انا ايه اخبار السيوله بتاعتي، والاسيت ترن اوفر بقسم السيلز على توتال اسيت عشان اعرف انا قادر استخدم اصولي بشكل كفء ولا لا، والريتيرن اون سيلز عشان اعرف انا بكسب قد ايه، فبقسم النت انكم على السيلز، وفي ريتيرن اون ايكويتي بقسم النت انكم على حقوق الملكيه بتاعتي عشان اعرف انا العائد على الحقوق الملكيه بتاعي قد ايه وايه اخباره. بكده احنا النهارده نكون غطينا الاجنده بتاعتنا. خلونا نستعرضها مع بعض بشكل ملخص تاني. احنا النهارده اتكلمنا على غرض الفاينانشال ستيتمنت، وقلنا ان الفاينانشال ستيتمنت بتديسكرايب الفاينانشال بيرفورمانس بتاع الشركه، وبتجاوب على اسئله الفاينانشال بوزيشن بتاعي ايه، والبرفورمانس بتاعي ايه، وبتجاوب على اسئله انا بدير الكاش بتاعي ازاي. وبعد كده استعرضنا البالانس شيت، وقلنا ان البالانس شيت هي بتديني الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه في وقت محدد، وان هي فيها ثلاث ارقام رئيسيين هم الاصول الاسيت والليابيليتي الالتزامات والاونر ايكويتي حقوق الملكيه. وقلنا الليميتيشن بتاع البالانس شيت ان هي بتشتغل على كوست فاليو بتاع الحاجه، ومش بتحدث نفسها وفقا للماركت فاليو. وبعد كده انتقلنا للانكم ستيتمنت، وقلنا ان هي بتقول الاوبريشن بتاع الشركه خلال فتره معينه،
وقلنا ان اهم 3 ارقام فيها هي الريفينيوز والاكسبنس والنت انكم. ولو الريفينيوز اكتر من الاكسبنس فانا كده عندي نت انكم، ولو الريفينيوز اقل من الاكسبنس فانا كده عندي نت لوس. وبعد كده اشتغلنا على الستيتمنت اوف ريتيند ايرننج، وهي اللي بتقول لنا النت بروفيت بتاع الشركه، انا ديفيدنت قد ايه وزعت منه قد ايه، وريتيند ايرننج حوشت عندي قد ايه. وقلنا ان دي مهمه عشان الريتيند ايرننج انا بستخدمها في التوسعات المستقبليه. وبعد كده اتكلمنا على الستيتمنت اوف كاش فلو، قائمه التدفقات النقديه، وقلنا ان هي بتوريني انا الكاش ان فلو والكاش اوت فلو بتاع الشركة خلال فترة معينة. وقلنا ان احنا بنقسمها ل3 فئات رئيسية: الكاش فلو اللي جاي من الاوبريتنج، والكاش فلو اللي جاي من الانفستنج، والكاش فلو اللي جاي من الفاينانس. وقلنا ان انا لازم افرق الكاش فلو بتاع الاوبريتنج لان ده المهم والرئيس بالنسبة لي، لان ده اللي بيوريني هو الاوبريشن بتاع الشركة ايه اخباره. ولو الكاش فلو بتاع الاوبريشن مظبوط هيبقى الكاش فلو بتاع الانفست والفاينانس مظبوط والعكس صحيح. وبعد كده قلنا ان بعد ما بخلص الانك الفاينانشال ستيتمنت بتوعي لازم احط النوتس بتاعت الفاينانشال ستيتمنت اللي هي الايضاحات المتممه. انا بحط الفاينانشال ستيتمنت بشكل مختصر، وبعد كده بحط التفاصيل في الايضاحات المتممه. وبعد كده استعرضنا الاسس والقواعد اللي انا بعد بيها الفاينانشال ستيتمنت بتاعي، وقلنا ان الاسس والقواعد ديت بتتكلم على الجوين كونسيرن ان الشركه دي مستمره، بتتكلم على الاكرال بيسز، بتتكلم على الماتشنج، بتتكلم على السيبريت انتيتي ان انا بعمل قوائم ماليه لكل شكل قانوني بشكل منفصل. وبعد كده شرحنا الفرق ما بين الاكرال بيزز والكاش بيزز، مبدا الاستحقاق والمبدا النقدي. وقلنا ان مبدا الاستحقاق بيعترف بالايراد والمصروف وقت استحقاقه بغض النظر انا دفعته كاش ولا لا، ومبدا الكاش بيعترف بالايراد والمصروف بناء على الكاش اللي انا دفعته. وان احنا عشان نعرف ندي نعرف ندي لقطه مظبوطه عن الشركه بنشتغل بمبدا الاستحقاق، وان الكاش ده بيستخدمه اكتر المنشآت الصغيره. وقلنا بعد كده ان انا بعد ما بخلص الفاينانشال ستيتمنت عشان اقدر اقراها بشكل مظبوط وبشكل كويس لازم اعمل اناليسز، لازم اعمل تحليل للمؤشرات الماليه بتاعه الشركه. وقلنا ان اليوزر بتوع الفاينانشال ستيتمنت مش هيقدروا يستخدموا الفاينانشال ستيتمنت الا ما يعملوا لها اناليسز. ووضحنا ان الاناليسز دوت بيبقى بيغطي 4 فئات رئيسيه. اول فئه هي كانت الليكويديتي والاوبريشن، وتاني ودي بتتكلم على الليكويديتي في الشورت تيرم، وتاني فئه هي السولوفنسي وهي بتتكلم على الليكويديتي في اللونج تيرم، وتالت فئه كانت بتتكلم على بروفيتابيليتي ربحيه، ورابع فئه في المؤشرات الماليه كانت الماركت فاليو، ده بتوريني اداء السهم بتاع الشركه. وبعد كده قلنا ان احنا عندنا نوعين مهمين جدا من الاناليسز، هو الفيرتيكال اناليسز والهوريزنتال اناليسز. الهوريزنتال ده بقيس المؤشرات الماليه للشركه خلال عده سنوات واشوف الترند بتاعها هل هي طالعه لفوق ولا نازله لتحت. انما الفيرتيكال انا باخد قيمه رئيسيه جوه القوائم الماليه وبنسيبها لبعض عشان افهم الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه. واستعرضنا عده انواع مشهوره للفيرتيكال اناليسز، كانت اشهرها الليفرج والليكويديتي والريتيرن اون اسيت والريتيرن اون سيلز والاسيت تيرن اوفر. واحنا كده بنبقى غطينا اخر نقطة احنا كنا بنتكلم عليها، وان شاء الله المرة الجاية هنتكلم على الفاينانشال ستيتمنت اناليسيس بشكل تفصيلي والمؤشرات المالية وازاي نقدر نشتغل عليها. اتمنى يا رب اكون النهاردة قدرنا نغطي الاجندة بتاعتنا فيما يخص ليكتشر 2 بالمواضيع اللي احنا استعرضناها النهاردة مع بعض.
وإن شاء الله حضراتكم تسمعوها بشكل تفصيلي في المحاضرة، وإن شاء الله نكمل مع بعض الفهم والقراية اللي احنا قلناه النهاردة من خلال الحلقة النقاشية يوم الثلاث بإذن الله في ميعادنا الساعة 7. تحياتي لحضراتكم جميعا، وأتمنى لكم يا رب يوم كله توفيق وخير ونجاح، وإن شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض رحلة الفاينانشال أكاونتنج بكل مرة بموضوع بتوبك مرتبط بآخر حاجة احنا كنا واقفين عندها. تحياتي لحضراتكم جميعا، ألقاكم على خير وتوفيق وخير ونجاح إن شاء الله بإذن الله، ونلتقي في الحلقة النقاشية يوم الثلاثاء الساعة 7، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.